المطاعم اللي بتعمل البرجر بالبيض وبتعمل السوسيس دي كانت زمان، دلوقتي بقى رجعت لنا بسوب جديد. برجر جوينت موجود في مصر من زمان وبيعمل الأصالة بتاعت طعم المطاعم بتاعت زمان وبيظبطها لنا كده عشان ناكلها. عنده كل أنواع السندوتشات وكمان معروف بالتيست بتاعه من أكتر من كذا سنة، لأن برجر جوينت علامة مميزة في مصر. عنده بقى البرجر كده وهو خارج من قلب الفرن، وبعد كده يتحط كده النشافة بتاعته وهوب على بقى السندويتش وينزل عليه كذا طبقة كده بصراحة من الآخر، وكل كومه لما يتحط عليه حتة الجبنة الجميلة، وبعد كده فوقها بقى الحتة السلامي كده بتاعته أو الحتة التركي وشوية الصوص بتاعتها والكاتشب والسندويتش يتقفل كل كوم بقى، والسندويتش الصدور اللي عنده ده بتاعت الفراخ البانيه حكاية يعني كده، الفرخة كده صدرها كبير ومحطوطة في قلب سندوتش وطبقات فوق وتحت. كل حاجة موجودة عند برجر جوينت، لأن المكان ده فعلا فاتح من زمان في شارع عبد اللطيف حمزة في اسم أول مدينة نصر. يعني لما تروح هناك بقى تاكلوا أحلى سندوتش برجر وعليه كمان بيض شكله يفتح نفس السوسيس بتاع زمان المطاعم اللي احنا عارفينها يا جماعة موجود عنده، وكلكم بقى وجميع أنواع الجريلات عنده من أول الشيش طاووق للجريل لكل حاجة، تاخد العلبة كده وتروح تتقدم بيها على طول الخطوبة وانت رايح. برجر جوينت فعلا مكان نظيف، وانتوا داخلين نقدر كده نقول ان هو يرتقي بالاطفال والعائلات، وعنده وجبه البيبي ب 40 جنيه يعني سندوتشات وعصير، وعنده حته دين ايس كريم رهيب. انا بصراحه قلت كده جرب صباع الجبنه الجميل اللذيذ، وبصراحه كده يا جماعه خدت الهام كده مع نفسي وقلت اتفضلوا معايا بسم الله كده يا جماعه كله، وبعد كده بقى قلت اجرب وارجع لايام زمان سندوتش البرجر بالبيض الجميل، وافتح كده عليه الكيس الجميل بتاع الكاتشب والف كده، والواحد كده يبص مع نفسه ويقلب السندوتش ويقول بسم الله اللهم صل على النبي، ايه الجمال ده كله، يا سلام على الرعشه الجميله اللذيذه. والله بص، هو براند برجر جوينت، البراند ده في مصر، و استاذ حسن ابو ذكري صاحب الشركه قبل ما يشتغل في المطاعم خالص وقبل ما يفتح زاكس، سلسله زاكس تعتبر بتاعتنا برضو يعني، كان وهو شاب صغير كان بياكل في برجر جوينت وفضل الاسم ده معلق معاه وما رضيش، وبرده ما قدرش ينسى اسم برجر جوينت، كان عامل شغل كويس قوي زمان في المعادي وفي كذا لوكيشن، وما جات له الفرصه ان هو يقدر يشتري البراند اشتراه، وبعدين غيرنا فيه كل حاجه بقى. يعني احنا خدنا البراند بنعمله من الاول جديد، عملنا لوجو جديد، عملنا منيو جديد، المنيو اللي احنا عملناه رجعنا ورا بالذاكره ورا قوي شويه، فاحنا حبينا نعمل فكر جديد اللي هو يعني باك تو ذا بيزك بقى، نرجع للاصل بتاع الفاست فود في مصر، فقدمنا حاجات اللي الناس محتاجاها. يعني مثلا لو سيادتك شفت مثلا زمان كان في برجر وبيتحط عليه فرايد ايج من فوق، تمام، دلوقتي في كل السلاسل الموجوده في مصر محدش بيقرد بيقدم النوع ده من السندوتشات، فاحنا قلنا كسلسله لسه فاتحه وسلسله كبيره ان شاء الله، واي نوت ان احنا نعمل الحاجه اللي الناس محتاجاها ونعملها بطريقه كويسه وبسعر مناسب وكواليتي عاليه جدا، بس احنا مصممين ان احنا نبتدي البيزنس بتاعنا كده عشان نلقى رضا ناس كتير، مجموعه كبيره من الشعب، شريحه كبيره يعني ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك.